فكرتها جنوبية هو. يقول قال أبو نواف غرتنا الليالي والتهابها. فيها طبعا فيها القصيدة هذه فيها شيء إيه ولكن فيها معنى وتفهمونه. قال أبو نواف غرتنا الليالي والتهابها غرنا ضحك السنون البيض وشفاف الكلام الحالي وانجرفنا خلف تيار الصداقة وقناعاتها. كنت ذيك الشمعة اللي تحترق جوف الظلام الهالك في سبيل انها تنير الدرب وتزيل العتب مناه. وانا مالي طوله الا بالرفيق وبالصديق الوافي معرفة الاجواد عندي خير من الدنيا ومالها. وانت ساهلنا مع دار العذاب وسيرت الايام ما سلمنا من ملمات الليالي والصديق الغادر الذي نهج الخيانة وانتهان الغدر عادته. ما يلام الدهر فينا لو يشتتنا بعد ليامي لنا لمعنا مظاهرنا ودنسنا قلوبنا لنا لمعنا مظاهرنا ودنسنا قلوبنا لنا لمعنا مظاهرنا ودنسنا قلوبنا. وسلامة بعدها جيت قط 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 قط